اهلا بيكم، عاملين ايه؟ النهارده معانا حلقه مختلفه من جوه سوق السيده عائشه مع الحاج علي. طبعا هو مشهور بمنتجات كان. طبعا حلقه مهمه جدا، دي اهم من السمك نفسه، ان هي حاجات بتحافظ على صحه السمك. دلوقتي معانا عم علي ويبدا معانا الحلقه. دلوقتي احنا معانا عم علي من قدام قهوه اولاد البلد داخل السوق، وهو مشهور باسم براذرز فارم، وهحط لكم كمان اللينك بتاع الفيسبوك من تحت في الديسكريبشن، وطبعا بنسيب الارقام كل حلقه بنسيب رقم المحل. دلوقتي هنبدا مع عم علي. اهلا بحضرتك عم علي، منورنا في الحلقه. اهلا بيك يا حبيبي، ربنا يبارك لك نورك، ومرحب بكل اعضاء الصفحه، وربنا يكبرها لك اكثر واكثر ان شاء الله. الله يخليك. طبعا عم علي منورنا في الحلقه. دلوقتي هو هيورينا كل المنتجات اللي موجوده عنده. يا جماعه منتجات مهمه جدا جدا للسمك بتاعنا عشان هيحافظ على صحه السمك. طبعا اول حاجه عم علي هيكلمنا عليها هي منتجات شيلد كلها الموجوده. دي يا جماعه اول حاجه عندنا منتجات شيلد. ده طبعا اول منتج كان ينزل لمنتجات شيلد، ده مذيب للكلور، مذيب للكلورامين، بيحافظ على الدوره البيولوجيه. احنا بنستخدمه عند تغيير الميه، وده الجرعه بتاعته من سنتي لكل 10 لتر عند تغيير الميه. بعد كده هتيجي معانا البكتيريا. تمام، البكتيريا النافعه ديت المسؤوله عن الدوره، بتسرع الدوره البيولوجيه. وطبعا احنا عارفين ان البكتيريا بتتغذى على الامونيا، ده الجرعه بتاعته بتبقى 20 سنتي لكل 100 لتر في بدايه الدوره البيولوجيه. بعد كده عند تغيير كل تغييره ميه بنحط 10 سنتي لكل 100 لتر. تالت حاجه معانا ده مجموعه علاجات شيلد اللي هي فيش جارد. دي بتعالج جميع انواع السمك من الامراض، تاكل الزعانف، الوايت سبوت، لو حد بيفرخ سمك في بيت بنستخدم برده منتجات كتير عشان البيت ما ينفنجسش. تمام، في الاف ام سي، ده اقوى منتج عندنا بيستخدم في تاكل الزعانف وفي الوايت سبوت. الجرعه بتاعته عاليه جدا، الماده الفعاله بتاعته عاليه جدا. ده الميسيلين بلو، طبعا ده الموسم بتاعه عشان نقط البيضة. دلوقتي طبعا احنا ده مجموعه اكل هكاري الغني عن التعريف. دي المجموعه الكامله بفضل الله موجوده عندنا، متوفره جميع الانواع لجميع انواع السمك الشرس والمسالم. وده برضو هكاري، ده اكل ممتاز جدا في تحفيز الوان الافريقي. تمام، نيجي تحت هنا دي مجموعه اكل اوكيكو. تمام، ده الفلاور هورن، ممتاز جدا لجميع انواع الفلاور هورن، تكبير الهيد للون للماب بتاع الهيد. طبعا دي برضو موجود معانا اكل الترس الهيكاري، وده مجموعه الحاجات الصغيره بقى، الالجا ويفر معانا، الفانسي بوبي، الميكرو ويفر، اكل الفايتر. تمام، ده اكل دجانه، ده اكل الماني، ده موجود فيه كارفور ريد، موجود فيه خضار، موجود فيه سبرولين، ده للكوي وللفانتيل. طبعا ده التروبيكال السوبر فيت بجميع مقاساته. تمام، عندنا طبعا هنا الاكياس، وده الباكنج اللي هو جاي جاهز. تمام، ده برضو معانا اكسكلوزيف، برضو اكل لجميع انواع الشانه. تمام، بجميع الوانها موجوده عندنا بفضل الله خمس انواع. تمام، نيجي هنا الاكل السفر، ده جميع الالوان برضو المصري والمستورد. تمام، دي بقى الحاجات الرفيعه اللي لا غنى عنها لاي حد، سواء كان سكتش، سواء كان فاصل حاجز، سواء كان محبس، تحسيم حواض، مسك خراطيم. معانا هنا برضو شبك الارتميا، شبك السمك بجميع مقاساته. نيجي هنا برضو اسبورينيا مستوردة، كارفوليلو، ميسيلين بلو مستورد، كل الكلام ده متاح ان شاء الله بفضل الله موجود عندنا. طبعا الاسبورينيا دي مهمة جدا عشان الخلطات اللي عنده سيكلت، الخلطات والشكل الشرس جدا، بتخلي بتحسن اللون وبتحسن مستوى السمك. ده بروتين نباتي وبيحفز الالوان بصورة طبيعية، لان دي اصلا كده كده طحالب. ده النوع المستورد عم ده المستورد عم ده المستورد بمعنى. دي معانا هنا الميديا، دي المستعمره بتاعت البكتيريا النافعه اللي لا غنى عنها في اي حوض او اي فلتر، لان هي بتكتر من نسبه البكتيريا النافعه الموجوده في الحوض. ده هنا برضو معانا الكربون، ده المسؤول برضو عن شيل ريحه الزفاره، لو حد كان بيعالج في الحوض بيضطر يحط بعد بيحطه بعد فتره العلاج عشان بيمتص جميع انواع السموم اللي موجوده في الحوض، وفي نفس الوقت بيمتص ريحه الزفاره. تمام، نيجي هنا بقى لمجموعه القراص. دي معانا هنا قراص المورينجا، دي مسؤوله عن الكالسيوم وفيتامين سي. تمام، نيجي هنا للسبورلينا المستورده والمصري، دي طحالب نباتيه. تمام، بتحفز للالوان لشكل الافريقي، بتحفز للولاد. نيجي هنا برضو ده اكل ذريعه المرحله الاولى والمرحله الثانيه.
معانا هنا برضو مجموعة أسمدة إسلام طه، تمام، من أجود أنواع الأسمدة المهمة لجميع أنواع الأحواض المزروعة بجميع أنواعها، العناصر الصغرى، العناصر الكبرى، الكربون، البوتاسيوم، في مقاسين منها برضو، مقاس 125 ملي ومقاس 250 ملي. نيجي هنا بقى لمجموعة الميل وورم المجفف والسوبر ميل وورم المجفف، ده إنتاج محل الفاروق اللي موجود برضو كما في الحلقة اللي فاتت معانا، ده سوبر ميل وورم وميل وورم. وفي برضو هنا عندنا منتجات فيجا، تمام، بتاعت الأستاذ أحمد ميشو، دي برضو ميل وورم، وفي منها الميكس اللي هو الميل وورم والسوبر ميل وورم والجمبري وحشرة البي اس اف، دي برضو متاحة لجميع أنواع السمك سواء كان مسالم سواء كان شرس، تمام، نسبة بروتين عالية جدا ومجفف بطريقة أنه يسهل استخدامه في البيت. دي هنا يا جماعة مجموعة من الكشافات بتبقى متوفرة بكل المقاسات، حلوة جدا، بتبقى شغالة بأدابتور وبتعمل إضاءة حلوة جدا جدا في الحوض، أنا مركب منها عندي. وفي ميديا هنا برضو، دي بتستخدم برضو في الفلاتر الخارجية عشان لو حد عنده سامبا أو عنده فلتر خارجي، تمام، بيبتدي يرص الميديا ديت جوه السامب، بتزود نسبة المستعمرات البكتيرية. طبعا احنا بنشكر عم علي لاستضافته لينا في القناة، طبعا هو نور القناة بتاعتنا، وهنسيب لكم رقم زي ما قلنا علشان خاطر اللي عنده اي استفسارات عن الاسعار، عنده استفسار عن اي حاجة، عنده استفسار عن الخلاطات، هو عم علي هيقدر يفيده. شكرا، وتنسوش بدعمكم لينا من لايك وسبسكرايب. باي باي.